اللي عندنا المجاعة فلا ما عندناش المجاعة اللي ما كاينش وهو القناعة. يعني الإنسان خصو داك الغناء يعني السريع اللي وقع مع داك مجموعة الخير والناس اللي تزرفات. كاين ناس عندها الفلوس ولكن بغات يعني الربح السريع. هادشي اللي وقع مع هاد الشباب. أوروبا يعني الأمس ماشي هي الدابة، ومغرب الأمس ماشي هو الدابة. جوابا على مجموعة من المعجزين اللي غادي نجاوبهم في هذا الفيديو اللي كيقولي رجع اش كتعمل انت تما، انا غادي نجاوبك. يعني بلد المجاعة والفقر والناس كتموت بالجوع، فهذا الشيء ما نشريش منكم. كاين النقص بزاف ديال الحوايج فعلا متفق معكم فيها. انا كنحماق على المغرب وما كرهتش نرجع للمغرب، وهو ان العطله الصيفيه ديال 3 شهور كلها كندوزها في المغرب. استنفار امني كبير بالمغرب واسبانيا واعتقالات بالجمله بسبب تاريخ 15 شتنبر. هذا الشيء اللي قلنا لكم الخوت، الهدف كان هو تشويه صورة المغرب نظرا لعدة استحقاقات حققها المغرب. اذا باش نشوهوا الصورة ديالو نبينوا على ان المغرب بلد المجاعة والفقر، والناس كاملة باغا تخوي المغرب، باغا تهرب من المغرب. يعني هاد الناس وصلوا للهدف ديالهم، وصلوا للمبتغى ديالهم. حرام علينا كنقولوا حنا عندنا المجاعة والفقر، حنا ما عندناش المجاعة والفقر. السويد كتعطي 30 مليون لأي مهاجر يعني للعودة الطوعية للبلد ديالو. ألمانيا زيارات الحدود ديالو. الروينة بريطانيا خصك الروينة نايضة في أوروبا الخوت. المهم كنتمنى اللايك بارتاج، اللي كيشوفنا لأول مرة يشارك معنا في القناة، وهنا غادي نحطوا النقاط على الحروف وغادي نجاوبوا الناس اللي كيقولوا لي ارجع بحالك المغرب انت وولادك اش كتعمل تما. وشوف معايا será a partir de abril de 2025. Se podrá hacer vía online y costará 10 libras. Identificados, el gobierno ya ha ordenado a sus servicios jurídicos que analicen la legalidad de ese nuevo protocolo de Canarias. Núñez Feijóo pide hoy desde Grecia una alianza europea contra la inmigración ilegal. اللي قلنا الخوت، الهدف هو تشويه صورة المغرب نظرا يعني النجاحات اللي كتبان على المغرب. استنفار أمني كبير بإسبانيا والمغرب واعتقالات بالجملة بسبب تاريخ 15 شتنبر. ودولة السويد تدفع 30 مليون للمهاجرين للعودة الطوعية إلى بلدانهم. وألمانيا تطرد نصف المهاجرين الغير قانونيين خلال النصف الأول من عام 2024. هذا هو الهدف، يعني هاد الناس وصلوا للهدف ديالهم هو تشويه صورة المغرب. وخا تعيامات كتب لي تما عندنا المجاعة والفقر، لا حنا ما عندناش المجاعة والفقر، حنا نصدر يعني الخضروات والفواكه والأسماك يعني للدول الأوروبية والإفريقية. حنا عندنا اكتفاء ذاتي، حنا عندنا الفائض. مابقاوش نكذبوا على الناس عندنا الفقر. وهذا جوابا على مجموعه من المعجزين اللي غادي نجاوبهم في هذا الفيديو اللي كيقول لي رجع اش كتعمل انت تما، انا غادي نجاوبك. بالي غادي نجاوبك مزيان، ماشي الذباب الالكتروني، كان غادي نجاوب فعلا الناس اللي كتقلب على الجواب. انا بعدا جيت هذه 30 سنه اللي كان المغرب لا علاقه له يعني بمغرب اليوم، كنهضر على المغرب ديال التسعينات والثمانينات. ذاك الساعه اذا كان هذا نكون متفق معك، اما دابا حاليا فالناس ولله الحمد
عايشه بخير وعلى خير. الاسواق كلها عامره بالناس، الناس كل شيء كتسوق، الخيرات موجوده. اما باش تبقاو تبيعوا يعني هاد السلبيات على بلادنا، ان بلدنا يعني بلد المجاعه والفقر والناس كتموت بالجوع، فهاد الشيء ما نشريش منكم. كاين النقص بزاف ديال الحوايج فعلا متفق معكم فيها. اما باش تقول لي عندنا المجاعه، فلا ما عندناش المجاعه، اللي ما كاينش وهو القناعه. يعني الانسان خصو داك داك الغناء يعني السريع. بحال اللي نعطيكم مثال، مثلا بحال اللي وقع مع داك مجموعه الخير والناس اللي تزرفات. كاين الناس عندها الفلوس ولكن بغات يعني الربح السريع، هادشي اللي وقع مع هاد الشباب. اوروبا يعني الامس ماشي هي الدابة، ومغرب الامس ماشي هو الدابة. يعني كاين واحد الفرق كبير، وانا غادي نشرح لك. انا مثلا ملي كتقول لي رجعش كتعمل تما، انا ما كرهتش نرجع، ولكن عندي شي حوايج اللي ما تخلينيش نرجع حاليا دابا، هي الوليدات ديالي، لان في هذا السن ما عندي كيفاش نعمل لهم، ما عندي مين بدا لهم. وهيدا كان حاول كان شوف. نزيدك حاجه اخرى، انا يعني باش تعرفني انا كان حماق على المغرب وما كرهتش نرجع المغرب، وهو ان العطله الصيفيه ديال 3 شهور كلها كندوزها في المغرب. علاش ما كندوزهاش هنا من انا كنحماق على هنا؟ غادي نزيدك حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي كتهضر على المنظومه الصحيه. شوف المنظومه الصحيه هنا في اسبانيا يعني كانت انا اوتونومو، يعني نقدر نقول لك انا ك يعني امبريساريو كنخلص يعني الواجبات ديالي كلها كنخلصها، بالي كنخلص سيكوريتات سوسيال، كنخلص اسيندا، كنخلص تريمستري ديالي، ولكن الدواء او العلاج والله ما كان الدواء. وهذا الشيء كنقولوا علانيه، راه نقدر نتحاسب على هذا الكلام اللي كنقول اذا ما كانش عندي اثباتات ودلائل. انا قلت لك الكتف ديالي جايب عامين كنسنى، ودابا بدا كيحرقني الكتف هذا وباقي ما كاين والو. راه عندي اثباتات ودلائل، عندي وثائق اللي كتثبت هذا الكلام اللي كنقول، ماشي غير داوي خاوي. راه بزاف المشكل الناس اللي كتهضر على الغلاء الاسعار في المغرب. واش عارف انا في المغرب اللي التشينكوت كنشري ب 5 دراهم، جيت هنايا كيعمل اورو 50، وتعلاقه مع التشين المغرب بزاف ديال الحوايج. السكن فين هو السكن؟ وحتى هاد الناس اللي باغا تجي مثلا لاسبانيا، فين غادي تسكن هاد الناس؟ والسكن راه ما لقاوش حتى الاسبان، يعني الاسبان بنفسهم ما لقاوش السكن. السكن راه 1000 الاورو وشكون اللي سكنك؟ اما المغاربه مساكن بلا ما نهضروا عليهم، راه مهددين بالطرد من المنازل ديالهم، كلهم كيتوصلوا بالبروفاكس، خصهم يخرجوا وما عندهم مساكن فين يمشيو. والناس اللي كتجي، راه البارح هضرنا على هذا الشيء، قلنا اودي راه هاد الناس راه الاغلبيه ديالهم كيمشيو الاوكوباس، لان شكون غادي يسكنك؟ شكون غادي يسكنك السكن ما لقاوهش؟ حتى الناس اللي عندهم يعني العقود ديال العمل، عندهم النومينات، عندهم الاباليس يعني اللي غادي يضمنهم، هادو ما لقاوش السكن. فما بالكم يعني بالناس يعني اللي كتجي. شوف بالنسبه للانسان الراشد براسو، انا كنهضر هنا بحرقه، كنهضر على داك الشباب الصغار، داك القاصرين اللي عنده 12 عام، عنده 10 سنين، هو كيقول ماشي يفتش على المستقبل. شنو المستقبل اللي الاغلبيه ديالهم ساكن هاد الوليدات كيموتوا في البحر؟ راه كنشوفوا الاخبار كل نهار البحر شحال كيصيب. هاد الوليدات مغرر بهم من هاد الناس. كاينه بزاف اللي كتخرج مواقع التواصل الاجتماعي كتبين على ان اوروبا يعني هي جنه وهي لها علاقه، راه كاين كيبينوا لكم غير داك الشيء الزوين، ولكن ما كيبين لكمش الناس مساكن اللي كتعاني ديساوسيوس، يعني الناس اللي كتبات في الزنقه، الناس اللي ما عندها باش تكمل الشهر، الناس اللي عندها مجموعه من المشاكل. بحال واحد في الصباح قال لي وانا اسبانيا هي اللي خلاتني نحقق الامنيات ديالي. علاش الناس في المغرب ما كيحققوش الامنيات ديالهم؟ حتى الناس في المغرب راه كتبني عمارات، راه عندهم طوموبيلات، راهم عندهم ديار، اش من امنيات؟ انا يعني كاين استثناءات قليله، والانسان اللي طموح ومكافح وباغي يشاهد فغادي يحقق يعني الامنيات ديالو سواء في المغرب او لا هنا. ماشي غير هنا، راه الحمد لله المغرب تبدل. المغرب اللي خليني مثلا كاين السلبيات ديال المغرب وانا متفق معكم فيهم، مثلا السيركولاسيون في المغرب هي الحاجه الوحيده اللي ما تخلينيش نرجع. يعني خصنا شويه ديال النظام، خصنا الناس اللي كتخدم الموظفين ولا في الاداره ولا هذا يخدموا بالضمير ديالهم، خص شويه ديال التعامل مع المواطنين، خص النظام في كل شيء. هاد الشيء ناقصنا في المغرب.
اما تقول لي المنظومه الصحيه مثلا كل شيء كيغوت على المنظومه الصحيه، المنظومه الصحيه هنا فحتى المواطن يعني هو اللي كيخلص على ذاك المنظومه الصحيه، راه ماشي غراتيس، راه انا كنخلص 300 والصد الاورو شهريا والله ما كنستافد، الدواء ديالي كنخلصو لراسي. تقول لي انت الوليدات ديالك يخلصوك عليهم، نو ما تعطيوش مغالطات، اقسم لكم بالله الذي لا اله الا هو، وفي هذا نهار الجمعه ما عمري شبرت شي بسيطه على ولادي، بالعكس حتى البيكه ديال هذا والله ما كيعطيوها لهم. ما بقاوش غير نبيعوا الكذوب ونبينوا الناس اللي في المغرب باللي اسبانيا او لا اوروبا جنه ونبقاو مساكن، يعني بحال اللي حنا يعني كنحفزوهم على انهم يمشيو يسيبوا راسهم في البحر، ومن بعد ما كيجيو هنا وكل شيء في الشوارع ما كيلقاو خدمه ما كيلقاو والو، من بعد انتم كنشوفوا داك الشيء اللي كنشوفوه دائما واللي كيتشكاو منه دائما. واش فهمنا؟ يعني هذه خلاصه بالي وجواب يعني الناس اللي كتقول لي رجع للمغرب اش كتعمل تما. انا جيت يعني هذه منذ 30 سنه، ما كانتش المغرب بحال دابا وما كانتش اوروبا بحال دابا. واش فهمنا؟ اوروبا كان باقي فيها الفرص، دابا الفرص تقريبا عدمت، حتى الشباب ديال هنا هما بقاو كيخرجوا يعني اوروبا، والناس اللي كتشوفني هنا يعني واش كتشوفوا على ان كاين مستقبل هنا الوليدات ديالنا؟ ما كاينش مستقبل هنا الوليدات ديالنا. اعطيوني مثلا الوليدات ديالنا هنا واصلين لشي مناصب، استثناءات قليله وقليله بزاف، المخير او لا المخيره راه كتخدم في انفيرميريا ولا كتخدم في فارماسيا ولا، اما شي مناصب هيدا عليا قليل. واش تفهمنا الخوت؟ هادشي اللي باغي نوصلكم، وبراسكم يعني كل واحد حر في راسه، انا ما اوروبا ديالي ما المغرب ديالي، انا كنعطي يعني وجهه النظر ديالي، كنعطي الراي ديالي، وكنبغي نبين لك الحقيقه، راه ماشي كلشي جنه هنا، وكاين ناس عباد الله كتخلص 10 و15 ديال المليون باش تجي، وهذه فيها المجاعه، بالي. ونزيدكم واحد النقطه اخرى، المغرب بحكم الموقع الاستراتيجي ديالو، بالي، والموقع الجغرافي ديالو، بالي، كنعرفوا بلي هو المغرب بوابه اوروبا، فكيخلي حتى الافارقه يجيو يحرقوا من المغرب، يعني دول شمال افريقيا، الجزائر، تونس، هاد الدول هادو حتى هما كيجيو يحرقوا من المغرب، كيضربوا مسافات طويله يعني باش يوصلوا المغرب، باش يحرقوا المغرب. واحد التعليق اثار انتباهي البارح ديال شي واحد جزائري كاتب كيقول بلي 15 شتنبر يعني غادي نحقق الامنيه ديالي، واذا ما تحققش غادي نحققها في 2015، كيعني بلي 2015 مي غادي يجيو داك الافارقه حتى هما غادي يحاولوا يعني يهاجروا من المغرب. راه كاينه بزاف ديال الحوايج اللي راه ما كيبينوها لكمش هاد الناس، واللي هاد الناس هما اعداء الوطن، بالي، باغيين يشوهوا الصوره ديال المغرب نظرا للاستحقاقات اللي يعني حققها المغرب في مجموعة من المجالات، بالي. المغرب على قول السيد ناصر بوريطة، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، مغرب تبدل وكاين الفرص، والشباب يعني يقراو على راسهم، يمشيو يكونوا راسهم، يتعلموا الصنعة، يعملوا هاد الحوايج. كنهضر على الشباب الصغار 12 13 14 عام اللي باغي يسيب راسه في البحر، قال لك راه ما كاين والو هنا في المغرب، المغرب كاين بالي. وشوف نزيدكم واحد الحاجه، حنا كنت في الشمال ما خرجش بزاف من الشمال، راه حتى مغاربه الداخل كلهم كانوا كيدوزوا العطله ديالهم الصيفيه في المغرب. هاد الناس هادو تا هما كيموتوا بالجوع وتا هما كيخلصوا مبرعين مع راسهم ومصيفين مع راسهم، المغرب مروج الحمد لله، بالي، الرواج، الاقتضاد، فين ما مشيتي فين هو هاد الفقر وهاد المجاعه اللي كتبغيو تبيعوا وتشوهوا بها بلادنا، بالي. الهدف كما قلت لكم نظرا للاستحقاقات اللي وصل لها المغرب، ها هو حطم الرقم القياسي يعني في تصدير السيارات، راح حطم لاول مره في التاريخ، بالي، يحطم يعني الصين فيما يتعلق بتصدير السيارات، بالي. واش هادشي كتشوفوه ولا ما كتشوفوش؟ ماشي غير في الرياضه فقط. واش تفهمنا الخوت؟ المهم كنتمنى نكون قنعتكم يعني بالجواب ديالي، هذا جوابا على الناس اللي كتقول لي ورجع انت اش كتعمل تما. انا بالنسبه لي انا والله ما كرهت نرجع اليوم قبل من غدا، عرفتي علاش؟ لان انا كنعمل حر، انا ما خدام مع حتى شي واحد، بالعكس، وهذا الشيء اللي كنركز عليه. يعني الناس في المغرب كاينه بزاف كيتهربوا من الضرائب، يعني انت اذا بغيتي تخصك تعاون يعني في الصحه ديال البلاد باش تخلص الواجبات ديالك، بالي، وانا في المغرب راه بحالي بحال بزاف يعني بامكاني ما نخلص،
ولكن اذا بغيت انا التغطيه الصحيه نخلص عليها واحد 70 اورو في الشهر ولا هذا 70 الف فرانك ولا هذا انا يعني كاوتونومو وصافي. انا كنعرف الناس من العائله ديالي موظفين ولا هذا كيخلصوا كيتلقاو التغطيه الصحيه ديالهم. واش فهمنا؟ يعني حتى حنا خصنا نساهموا ماشي نبقاو غير نتشكاو. المهم ما عرفت هذه واش مقدمه ولا بوركي والله اش كتشوف شي حوايج تيبوني نيربيوسو. راه حنا كنشوفوا شنو واقع هنا بالي كل صباح كتشوف ديساوسيوس ديال الاسبان ديال المغاربه ديال الناس كتشكى دائما تقول لي انت انا جيتني هنايا الميركادونا كما قلت لكم قبيلات اقسم بالله كي يعني الكيلو ديال التشين باورو 50 وتا علاقه مع الماذا. انا ملي كنت ماجي دخلت الاوتيل في غرناطه تا علاقه كنهضروا على الفنادق ديال المغرب. واش انت الفنادق ديال المغرب مثلا الفطور اوتيل داخل فيه الفطور وكتلقى غير السومو ديال داك ماشي داك السومو الطبيعي داك السومو ديال الكرتون كتلقى تما تا علاقه. المغرب كتلقى العواصر الحمد لله بالي كتلقى الشهيوات يعني فرق كبير الخوت وما كتبغيوش تعترفوا بهذا الشيء. المهم نمشيو نشوفوا شنو واقع. المهم هذا كان كارت لان البارح شفت واحد المجموعه ديال التعاليق وما نعرف واش غادي نريحك ولا غادي نبرد عليك بهذا الشيء ديالي ولا لا. بهذا الناس المغرب الحمد لله خدامين على راسهم. الشباب اصبحوا في السيارات ديالهم يعني اللي مكافح بالي ومجتهد راه غادي يوصل. اما اللي ناعس الاغلبيه اللي كيكتبوا التعاليق ناعسين عباد الله. انا كنت كنجلس في القهاوي كتسمع بنادم كيهضر وكلشي كيتفرد جوانط والقهوه حداه مخلص وكيقول وكاين اللي كيقول لك لا والشباب المخدرات وباش كيشري داك المخدرات وما عنده ما ياكل وكيشري المخدرات كنعرفوها غاليه. الانسان حتى هو متناقض حتى مع راسو. المهم لا حول ولا ها انت شوف شوف معايا هنا كما قلت لكم وحتى التزيار هنا كثرت العنصريه كثرت بزاف. راه ماشي هنا ماشي جنه. انا كنبغي نوصل لك الحقيقه ديال هنا ماشي هذاك اللي كيكذب عليك. وحتى هادو عندهم يد في هذا الشيء. هادو اللي خدامين دابا وساعه غادي يفتحوا غادي يعملوا غير الكذوب ما كاين والو. حتى داك الشيء كيهيج داك الشباب اللي في المغرب صافي هما غادي يفتحوا باش نمشيو نصاوبوا الوراق كل واحد وشنو حتى شي واحد ما عندوش شي خبر صحيح غير كيهيجوا في عباد الله. بعدها التسويه الجماعيه جايبين عامين وما كيهضروا عليها ثلاث سنين وما كيهضروا عليها ما كاين منا والو وبزاف ديال الحوايج وكتعطى مغالطات. وهذا حتى هو عنده سبب بالي يعني في تهيج هاد الشباب باش يجيو لهنا. وبزاف والله العظيم اذا بزاف. واسمع دابا معايا هنايا قال لك سويسيا باغارات 30 بالي 30 ميل يوروس بالي 30 ميل اي 600 ما عرفتش علاش داك 600 ما خلوهاش 30 ميل 600 يورو اكادا يعني سوليسيتانتي دي اسيلو كي سي فايا دي سويسيا يعني فولونتاريامينتي يعني يمشي بحالو بيدو بالي. هنا السويد تمنح 34 ألف دولار للمهاجرين مقابل العودة الطوعية لبلدانهم بالي. تسعى السويد حاليا إلى تشجيع المزيد من المهاجرين على العودة إلى أوطانهم وذلك عن طريق زيادة المنح لمن يختارون العودة طواعية إلى بلدانهم حسب ما أفادت به وكالة بولنبرغ لأنباء اليوم الخميس. ونقلت هذه الصحيفة عن بيان الحكومة اليمين الوسط الخميس أنه اعتبارا من عام 26 ستمنع الحكومة بدعم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية ما يصل إلى 350 ألف كورونا اللي هي 33.840 دولار. وستكون المنحة الجديدة بدلا من المنحة الحالية المقدرة ب 10,000 كورونا بالإضافة إلى سداد كافة تكاليف السفر. يشار إلى أن هذا الإجراء الذي يأتي على غرار النظام الدنماركي الذي تم إقراره عام 2010 وهو جزء من سياسات الحكومة التي تهدف إلى الحد من الهجرة وتشجيع عودة المهاجرين بعد زيادة عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد أثناء أزمة الهجرة عام 2015. يعني أنتم شنو وقع يعني قربالة الروينة في أوروبا بالي أصبحوا يحاربون الهجرة والمهاجرين. يعني أنتم كتشوفوا كل واحد وبالطرق دياله. وهنا كما قلت لكم هنا مجموعه من الصحف لا الاسبانيه ولا المغربيه كتهضر على هنا بس تنسيون ان سيوتا انتي اون بوسيبل يعني انتينتو دو كروسي يعني هنا لاس فورساس دي سيغوريداد ماروكيس استان ان اليرتا ماكسيما يعني لا ماروكيس ولا اسبانيولاس اليرتا ماكسيما هي هذه يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم الخوت من الاول يعني المخزن راه ما ناعش بالي
انت كتكتب باش تعرفوا بلي الهدف من هادشي هذا كامل هو تشويه صوره المغرب، مالي وحنا عارفين شكون مالي. المغرب الحمد لله ماشي مزيان، اذا غادي ينظم كاس العالم، يعني مجموعه من الاستحقاقات هذا كلشي كيهضر عليه. اذا اجي بغيو نبينوا على انه بلد المجاعه والفقر وهذا الى اخره، وانتم عارفين يعني اللي كيقوموا بهذه الافعال هذه شكون هي الخوت. المهم انا يعني قلتكم داكشي اللي عندي، نتوما براسكم كل واحد كيعرف راسو. بغي اسيدي قرا نجح تكون هذا، حتى في حاله اذا بغيتي تجي اجي هنايا بطرق يعني شرعيه قانونيه، يعني ما تغامرش يا صاحبي انت، وخصوصا الاطفال الصغار تغامر بحياتك انت في البحر وهذا، ومجموعه يعني نسبه كبيره مساكن كيموتوا في البحر باش تجي هنا يعني. المهم ما غاديش نقول لك تبات في الزنقه ولا تكرفص ولا هذا، المهم كل واحد والرزق ديالو. الخوت انا ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو في راسكم، جمعه مباركه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.